شكرا جزيلا. مساء الخير. شكرا جزيلا. بعد التحية والسلام هنقول كلمتين على واحدة من نجمات استثنائيات في تاريخ الفن عندنا. حاجة ساطعة اسمها شريهان. شريهان في أجيال جت تسمع عن نجمة كانت موجودة وأيقونة للفن الاستعراضي، يسمعوا عنها وحبوها وبتتعامل هي مع السوشيال ميديا، بس الجيل ده معاش ومعرفش وملمسش يعني إيه شريهان. شريهان دي في الثمانينات كانت حدث الأحداث، كانت لسه في المدرسة، بس لما تطلع في الفوازير في رمضان الستين أو السبعين مليون، معرفش أياميها مصر كانت كم مليون في الثمانينات، في النص الأول من الثمانينات، يقعدوا يتسمروا في البيوت يشوفوا البنت الأعجوبة الصغيرة دي اللي بتعمل كل أنواع الاستعراض، اللي عندها الجرأة والموهبة والطاقة اللي كانت بتعملها قدام الناس على التلفزيون المصري. شريهان حياتها ما اقتصرتش بس على فكرة الفوازير والاستعراض، هي عايشة أو عاشت حياة درامية بمعنى الكلمة. يعني عارفين الحكايات بتاعت الأدب الروسي دي اللي يبقى فيها دراما فظيعة من قمة النجاح والإشعاع لقمة الانكسار والضعف، وتقع وتقوم وتقع وتقوم. حياتها مجموعة من الحكايات الغريبة اللي يعني ممكن تسمعها على عشرات الناس، إنما هي عاشت كل التجارب الغريبة دي في حياتها وفي شخصيتها وفي تاريخها وفي رحلتها من وهي قد كده لحد اللحظة دي. يمكن لو حد عايز يدخل في تفاصيل النفس البشرية والتجارب المختلفة، عنده كيس أو عنده حالة ملهمة وغير متكررة اسمها شريهان. شريهان تعرضت في يوم من الأيام وهي في قمة المجد والنجومية والشباب والجمال والعلاقات لحادث عنيف وأليم. أياميها قالوا ترحموا على شريهان، أفتكر لها طبعا العافية والصحة دلوقتي. مفيش عظمة فيها ما كانتش مكسورة، كانت حطام أو فتات إنسان. شريهان دي اللي مش هتكلم بقى عليها كفنانة، كحالة، كبني أدماية، كقصة، قدرت بعزيمة غير طبيعية إن هي تجمع الفتافيت دي، مش بالطب، بالإرادة، وترجع تاني، مش بس تمشي وتتعكز وتزك، إن هي ترجع تاني تتدرب وتستعيد لياقتها وتعمل الفوازير مرة تانية. دي حادثة أعجوبة بما فيها من تفاصيل وخلفيات وحاجات يمكن شريهان عمرها ما اتكلمت فيها قبل كده ولا حكيتها. شريهان الأسطورة بترجع تاني وبتقول أنا هو بفكر أرجع مرة أخرى بعد 15 سنة. شريهان بتقول أنا راجعة بعد 15 سنة. أنا يعني قلت حاجة واحدة، إنما في حاجات كتيرة، وكان في أزمة يمكن صحية لا تقل عن الأولى، وبرضه عبرتها بحب اللي حواليها وبقوتها. المهم، كنا الأسبوع اللي فات في جمع بيستقبل شريهان وهي بتقول أنا بعد 15 سنة بفكر، وبتعاون مع العدل جروب، مع جمال العدل وإخوته، إن إحنا نعمل عمل مبهر جديد. الناس كانت واقفة وعلى موسيقى ألف ليلة وليلة اللي كانت بتبتدي بيها واحدة من الفوازير اللي كانت بتعملها زمان، نزلت في تؤدة، تؤدة يعني بالراحة كده بالهداوة، نزلت بفستانها الأبيض ووقفت وقعدت تكلم الناس. صحيح إن غلبتها الدموع أكتر من مرة، إنما كانت رسالتها واضحة، إن هي قوتها كانت بتستمدها دايماً من كل اللي بيحبوها، سواء قريبين منها أو بيتابعوها عبر الشاشة. كل ده كان تفهم إنه كان في النص، بمعنى إنه دكتور مدحت العدل قدم الأول وعمل تمهيدة، وبعد كده نزل شريهان وجمال العدل واتكلموا عن المشروع وشكرت الناس، قالت جزء يمكن من اللي في قلبها، وحتى قالت أنا مش عندي 50 سنة، ده أنا عندي أكتر من 50 سنة بكتير، أنا عندي يجي 1000 سنة. والحقيقة إنه التجارب اللي عاشتها شريهان من وهي صغيرة طفلة لحد دلوقتي فعلا تجارب أكتر من 1000 سنة.
المهم ما اطولش عليكم، كل ده كان مفهوم يعني الكلام والمشاعر، انما في لحظه او في لقطه كانت خارج النص في اعتقادي يعني، وانا واقفه كده حد قال لها انه سمير خفاجي موجود، احد اهم المنتجين للترفيه والمسرح في مصر واللي اشتغل معاها سنين طويله، قالوا لها ان هو موجود على الويل تشير او على الكرسي المتحرك، فنسيت كل حاجه ونسيت الغرض الاساسي والاعلان والمشاعر، ونزلت وركعت على رجليها وقعدت تعيط عياط مر، وقعدت تكلمه وتقول له كلام يعني ما عرفش اكرره، وحتى مش عارفه حتى الكاميرا ما عرفتش تلقطه لان هي نزلت على الارض فبقت بعيده عن مرمى او عن مدى الكاميرا، بقت هي تعيط. وفكرته بلقطه لما هو اخدها سمير خفاجي لما كانت هي يعني منهاره ومنتهيه صحيا وهو اخدها، حتى قالت له انا كنت متطبقه وانت اخدتني ودخلتني المستشفى ورحنا شفنا حاجه في برودواي وقلت لك انا هرجع وهعمل زي دول، لقطه كده كانت خارج السياق بس مفعمه بمشاعر وشيء من الاشياء اللي شريهان ما بتحكيش عنها خالص غالبا يعني. زي ما انا بقول لكم الايقونه والفنانه الاسطوره شريهان. المشروع واضح ان هي سر في صندوق، الصندوق محطوط في البير والبير في عب جمال العدل، ما حدش عارف تفاصيل عن المشروع بس اكيد هيبقى حاجه ضخمه جدا ان شاء الله. بعد الفاصل هندخل مع حضراتكم في تفاصيل وفقرات حلقه الليل. انت مش قصير شويه؟
اي اتنين مسكوا العصايه عملوا كده خلاص لعبوا تحطيط. سجنت جوه سجن كبير حلمي ضاع. استنى استنى والله ما هلعب تخطيب انا بس بمسك. انت مش لازم امسك العصايه ويا ريت سيادتك تعرف فيها مؤاخذه في سؤال. فتحي يطلع بره. جزمتك بقاسها كام؟ 55.5. ارفع نفسك كده، ارفع يديك فوق على راس سلاح دوك. نحن البرنامج الديني الاذاعي. انا ما دام وصلت للاذاعه دي يبقى سقطت الانظمه. هم العيال دي كانوا بيضحكوا عليا. لو عايزه تسيبيني سيبيني. ليه الناس فاكراها راس؟ ما هو اوبن بوفيه ما فيش كده. براحته بقى. الافيه ده موهبه. الحمد لله. اه الحمد لله. احنا اتفضحنا. خلاص. كنت هخسرك في يوم من الايام بس ربنا بيحبني. ما فيش فلوس. ما فيش شغل. كلنا كمصريين اكيد عدى علينا ونعرف رقصة التحطيب، شفناها في فيلم، شفناها في مسلسل، شفناها في حفله، حد فينا له فرع او اصل من الصعيد شافها حقيقي والناس بترقصها رقصه كده فيها شموخ ورجوله وعزه. مش فاهمين يعني تفاصيلها بس احنا بنشوف الصعيدي وهو يعني لابس الزي التقليدي وماسك كده العصايه بعنفوان مش برقه، لا ماسكها كده ماسكه رجوليه ويبقوا واقفين قدام بعض وموسيقى المزمار والايقاع تبقى موجوده. مش عايزه اقول طقس بس يعني كلنا لما بنسمع المزيكا دي والصوره دي على طول نستحضر الصعيد. الجديد في الرقصه دي انه اليونسكو مؤخرا من اسابيع اعتمدتها كلعبه من التراث الانساني. يعني قالت انه هذه القواعد اتاري احنا فاهمين غلط او انا واحده من الناس اللي فاهمه ان هي رقصه، هي لعبه. لعبة ولها قواعد ولها أصول ولها نتيجة. اللعبة دي كان في مجهود كبير جدا من مصريين أفاضل، مصريين بيحبوا التراث، مصريين مش عايزين حاجة غير إن هم يحافظوا على مكونات الهوية بتاعتنا، وتقدموا بالأوراق وملفات رايحة وملفات جاية لحد ما رسميا أعلنت هيئة اليونسكو أن لعبة التحطيب المصرية الآتية من الصعيد والقادمة من أيام الفراعنة هي لعبة من التراث الإنساني وتسجل باسم مصر. خلينا نسمع ونستمتع برقصة التحطيب أو بلعبة التحطيب عفواً بقى مع حضراتكم. نستقبل دكتورة نهلة أمام رئيس الوفد المصري المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية مع اليونسكو لهذه اللعبة. أهلاً يا دكتورة. اهلا بحضرتك، اتفضلي. حاج عبد الغني. اهلا استاذ. اهلا اهلا. مشرفنا. منورة يا استاذ. مبروك. الله يبارك فيك، الله يخليك. اتفضل اتفضل يا حاج. كنا سعداء وبرضه كنا محرجين ان احنا ما كناش عارفين ان هي لعبه ولها قواعد، في حاجات كده الناس بتاخدها بالتعود وما بتعرفش قيمتها لحد ما اليونسكو قالت انه الحاج عبد الغني بيقوم محافظ على لعبة الدنيا كلها بتشهد إنها لعبة تراثية إنسانية من مصر. اشرح لنا شوية عن اللعبة دي يا حاج عبد الغني. الصعيد بيلعب اللعبة دي من إمتى؟ من تاريخ الفراعنة. من تاريخ الفراعنة أصلا دي موهبة فرعونية. موهبة فرعونية. بتعتمد على القوة يعني مثلا في يعني هو لازم يعني هي مش خناقة بالعصيان. لا مش خناقة، دي موهبة فن وثقافة فن. ورياضية لعبة يعني لعبة رياضية ثقافية فرعونية. أمال ليه احنا بنفتكرها رقصة؟ لا دي مش الرقصة تختلف عن لعبة التحطيب الأساسي لأن هي دي موهبة فرعونية أصلا. وبعدين في عهد الفراعنة اللعبة دي لما اكتشفوها في مصر. اهي الصورة اهي. لما اكتشفوها في مصر. قالوا دي حنخلوها مركز تدريب للجيش المصري عشان يبقى خانة الدفاع هجوم ودفاع، دفاع وهجوم. كمركز تدريب لان دي لعبة يعني رياضية ثقافية. طيب انا هرجع لك تاني حاج. رجعي. براحتك. طيب يا دكتورة نهلة. ايوه. اشرحي لنا اكتر عن اللعبة دي وازاي وثقتوها في اليونسكو.
طيب هي لعبة حضرتك زي ما قلتي مش رقصة، ليه الناس فاكراها رقصة؟ ممكن يكون ده السبب انه احنا بتمارس في مناسبات احتفالية. يعني لانه في الموالد بيبقى فيه، في زواج ممكن يبقى فيه رقص تحطيب، ليها مهرجان، ليها مسابقات، فيمكن ده اللي خلاها ترتبط في ذهن الناس بانها رقص. لكن هي لعبه، هي لعبه ليها قواعد. نعم. يعني ليها اصول وليها بس قواعد. احنا عمرنا او يعني عامه يعني بنكسل، او في عندنا حاجات كتيره جدا المفروض تتوثق في العالم وبتتاخد مننا وبتنسب لناس تانيين. يعني مبسوطه انه ان احنا ركزنا مع حاجه حتى لو كانت لعبه التحطيب عشان نعمل كريدت، نعمل توثيق لها. ده مهم، ده مهم انه احنا نقول ان عندنا جزء. لو تشوفي حضرتك جوه ساحات اليونسكو ازاي الدول بتتسابق وبتخوض معارك من انها تسجل جزء من تراثها بان هذا يمثلها. مسألة مش سهلة. يعني يمكن كانت من الحاجات اللي تسترعي الانتباه قوي ان كان معانا في يعني احنا طبعا كان قدامنا مصاعب لانه كان لازم نروح ندافع على ان هذه اللعبة فيها شوية حاجات. يعني الجزء اللي قاله الحاج عبد الغني مهم جدا، انها ما هياش قتالية. يعني فكرة انه اي حاجة فيها عنف مش المفروض انها لعبة قتالية يبقى ما تسجلش. لكن احنا كنا بنقول ان فيها مظهر احتفالي، ان فيها مجموعة من القيم، يعني زي الفخر، زي الشجاعة، زي الحاج بيقول موهبة. هي فيها جزء موهبة وفيها جزء تدريب وفيها جزء متوارث كبير. لكن لما نعرف ان احنا كان معانا عدد من حاجات، يعني الهند كانت جاية تسجل اليوجا، اظن ما فيش اشهر من اليوجا. ولكنها كانت برضو بتواجه مصاعب، ومن اطرف الحاجات ان احد مندوبي الدول اللي كانوا موجودين قال لهم ده اليوجا اشهر من اليونسكو. ايوه بالظبط. ازاي اليوجا تقابل مصاعب؟ لا ما هم مش بيسجلوها عشان بس مجرد تسجيل، عشان ما حدش ينازعهم فيها. ما هو ممكن بلدان تانية في اسيا تقول احنا منبع اليوجا، احنا ممكن على فكره لنا جار عدو. ايوه ممكن. في لحظه بيسجل حاجات كتيره باسمه على فكره. انا بتكلم على اسرائيل. في اي لحظه ممكن اي حاجه دوله تانية تقول دي بتاعتنا وحصلت. لكن هي لعبه مصريه بامتياز على ومكتوبه على نص الانجليزي. احنا بقى التحطيب وخلاص، قال لك ايه تحطيب ستيك جيم. لعبه العصا التحطيب، قال لك ايه تحطيب ستيك جيم. اذا ايجيبشن انتانجبل هيريتج، قصده يعني تراث غير ملموس، يعني معنوي، تراث معنوي. صح كده؟ غير مادي. غير مادي صح كده. وبيوصفوا بقى للعالم اللي مش فاهمين كلمه التحطيب هي ايه التحطيب. بس انا الحاج عبد الغني، هو الواحد لما يمسك عصايه ويعمل كده صعبه ليه؟ دي مش صعبه. لا صعب. بصي شوفي الدك كده عايز يضربه، وشوفي التاني متلجيه ازاي. يعني انا فاكره يعني هو ده مش سين ما بينكو؟ لا دي لعبه رياضيه ثقافيه. يعني انا يتهيالي انه هو كل ده حافظ انه هيعمل كده، هو مش حافظين. لا هي مش عمليه كده. مش حافظين؟ لا مش عمليه كده وبس، مش حافظين. لا دي لعبه بنقوله فنيه، يعني دي دخلت في سوق، يعني ميدان المرجله. ميدان المرجله. ايوه لعبه رجاليه. ايوه ماشي. انما انت متحيز قوي يا حاج. لا مش متحيز ولا حاجه. تلعبي اي لعبه معاك الستات يطلعوا لكم فيها ويقولوا لك مساواه. على فكره احد الحاجات اللي اتسالنا فيها فعلا في اليونسكو هو فين دور الستات. ايوه بس ما هو مش مزاجنا، دي لعبه تراثيه. هو احنا هنقل يعني عشان كده كان دافعينا بالكلام اللي حضرتك بتقوليه كده. تراثيه فرعونيه مش عالميه. تراثية فرعونية وليس عالمية. واحنا خليناها عالمية بقى. طيب هدول خليناها عالمية. دلوقتي بقت عالمية. باهنة. ده كلمة تمسكها. عالمية بتاعتنا. احنا اللي بجعناه. احنا هنغلط على بعض في المناقشة؟ لا. لا. لا 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 احنا لا. بتاعتنا وعالمية. الستات ترجع لورا. حاج عبد الغني. لكن هي كانت تنتقل بقى وتيجي من جيل لجيل، وابويا علمها لابنه من غير الستات ما توافق. اذا كان هي سيادتك فرعونيه، احنا حضرنا الفراعنه مش تاريخ جدودنا. لما وصلنا احنا لدلوقتي. طب قول لي بقى دلوقتي بيبقى في لعبه المرجله او ميدان المرجله هي دي. يبقى يعني في نقط، او يعني ازاي يعني في الضربه القاضيه ولا بالنقط بتتحسب؟ لا في ضربه قاضيه وفي نقط. ازاي بقى؟ اشرح. الضربه القاضيه تاجي من هنا وفوق، اما النقط من هنا ونازل. طب مرجي احنا محتاجين عصايه بس، عصايه بس للحاج عبد الغني يشرح لنا. عصايه بس. حد ايوه تعالى اتفضل. هات لي الاثنين.
اهلا وسهلا اهلا بيك. تعالى قدامي عن اذنك يا استاذ. اتفضل بس عن... قولي قولي بس عن اذنك بس. ده ايه ده حطب. عم الغني والله ما هلعب تخطيب انا بس بمسك. انت مش لازم امسك العصايه ويا ريت سيادتك تعرف فيها مؤاخذه في سؤالي. ما انا انا بفهم بفهم الحاج عبد الغني. انا مش هلعب تخطيب ما تخافش. أيوه. مش أيوه. هلعب تخطيب انا بس عايز اسال هو ده حطب ايه يعني ده استنى استنى. ها اشرح لنا يا حاج. ده خزران رومي. خزران رومي يعني ايه بقى؟ يعني جاي من بره واحنا عندنا اي حاجه خواجه تبقى رومي نقص ونلعب بيه لعبه التحطيب. مش عايز زرع في مصر ده. طيب مش زمان كانت العصايه اتقل من كده شويه او شومه اكتر؟ ايوه شوب كانت لكن شوم. ايوه شوب لكن مع تحدث العصر تقدمنا احنا خليناها خزران عشان لما نلعب ما نعورش بعض. اما زمان يعني كان يعني كان 1% يقرا ويكتب. اما دول كله بيجي بيقرا ويكتب. يعني كانت اللعبه دي زمان ممكن يعني ممكن تاذي حد لو اتضرب على دماغه جامد. ايوه ممكن يموت يتعور ينصاب حتى لو على العمه دي. لو على العمه. العمه دي مش عمه. لا ده غلاف حفظ. سيادتك دي مش عمه. امال ايه ده؟ غلاف حفظ. طيب امسك قدام الحاج عبد الغني واشرح لنا. شايل تحتين موهبه. طب نشرح بالمزيكا ولا من غير مزيكا؟ لا الاول هشرح لك كده عشان كده تفهم النقط. من ال ماشي. نقط من الضربه القاضيه. من القدره. اتفقنا. خليك قدامي شويه كده. دي الضربه القاضيه. وهو يعني هو طول الوقت الراجل اللي قدامك يحاول انك ان انا ما اوصلش دي. يعني ايه؟ يعني انا ما دام وصلت للاذاعه دي يبقى سقطت الانظمه. سقطت الانظمه. دي هي القضيه. تخلص اللعبه ويبقى اللعبه فضت اللعبه. لكن من دي وتحت لا ده ممكن يتعالج. انت يعني هو الخصم روح اقعد. هندخل تاني هندخل تاني. سيطرة سيطرة. المهارة بقى المهارة المهارة يا حاج عبد الغني انك تصد العصاية بتاعت الخصم وان انت تعرف تضربه على دماغه. واذا كان انا نجي ربنا اداني موهبة انا انجي نفسي من بلاء نازل من الخصم اللي قدامي. ما يبقى انا انتصرت. انا عرفت معلومة وعايز اتاكد من حضرتك. هل فعلا وزير الثقافة الحالي استاذ حلمي النمنم استحدث ادارة او قسم للتراث يا دكتورة؟ هو عملوا لجنه للتراث. لجنه للتراث. لجنه عليا للتراث غير المادي. يعني هي ما كانتش موجوده اللجنه دي قبل كده؟ لا ما كانتش، لكن في هيئات كتيره تابعه لوزاره الثقافه مهتمه بالتراث من زمان. في معهد الفنون الشعبيه في اكاديميه الفنون بيخرج ناس ودفعات وفي دراسات عليا وفي بكالوريوس بيدي للمهتمين بالتراث. في مركز الفنون الشعبيه من سنه 57 بيجمع في التراث. في ارشيف للتراث في مصر. في جمعيات اهليه كتير مهتمة بالتراث موجودة في مصر. في وزارة الثقافة في أكتر من مكان، لكن اللجنة دي هي أحدث حاجة اتوجدت في وزارة الثقافة. هو بقى نوع من الحرفنة في اللعبة دي إن أنت توقع العصاية من إيد خصمك؟ ممكن أوقعها أفضل من أضربه. دي درجة أعلى من إنك تضربه على دماغه. لا وبعدين أفرس. أيوه يعني فروسية. فروسية يعني أنا وقعت عصايتك بدل ما موتك. يعني ارفع نفسك كده، ارفع يديك فوق على راي السلاح دوكا. ما دام عصا سلاح وقع. لا انا بتهيألي يعني لازم حالا المزمار يدق والطبله تشتغل ونشوف تحطيب رسمي.
تعرفوش. الله ما تعرفي، لو تعرفي كان. ايوه اتفضل اتفضل يا حاج. يعني انت لما فهمتنا حاجه صغيره قدرنا نفهم ومش عايزينها تبقى عنيفه. خلاص لا لا لحظه واحده الاول. انا عايزه احيي شباب الصعيد. انا انت لسه بتبتدي لعبه التحطيب؟ ايوه. انت متدرب، اسمك ايه؟ محمود. محمود منين يا محمود؟ اسوان. من اسوان، يا اهلا بيك يا محمود. بيقولوا لك مستقبل كبير وحضرتك نقصد حرب من الرقصر والحج والحج اسم محمد. يا اهلا وسهلا. خلاص يا سيدي خلاص، هو تحقيق. المهم انه الحاج عبد الغني محكم، يعني هو اللي يقعد ويقول ده بيلعب صح ده بيلعب غلط، ده اللي اخذ نقطه. ده عميد الرقصه. عميد اللعبه. عميد اللعبه مش الرقصه. انا اسف، حد يخليني. شديد قوي الحاج عبد الغني. لا حكم حكم يعني شديد قوي الحاج، بالراحه علينا حكم. انا اولا سعيده بان احنا بنستحضر وبنعيد تراث عندنا. احنا معظم اللي موجودين هنا من القاهره بنشوف ده في التلفزيون، بنشوفه في السينما، انما حلو جدا ان احنا نعيش اجواءه بالذات، والمزيكا او يعني والالات شغاله والفرقه بتعزف والناس بتحطب. سعيده بانه احنا اخيرا ومؤخرا ابتدينا ندور في الحاجات اللي تخصنا ونسجلها كتراث عالمي، سواء تراث ملموس او غير ملموس. بشكر حضرتك يا دكتوره. بس احب بس برضو اقول ان هذا جهد، بجهد وزاره الثقافه في حقيقي، لكن جهد جامعات الاهليه طبعا، ناس جهد وزاره الخارجيه اللي ساعدت كتير جدا في التنسيق للموضوع، لانه التصويت في الامم المتحده برضو يحتاج الى جهد دبلوماسي، ناس كتير، واتمنى ان هو دي تبقى خطوة إلى أننا خلاص إحنا ابتدينا الشغلة اهي. صح. ناس وأجيال تانية. والأهم من ده كله هو جهد الصعيد وولاده المحققين، جهد الصعيد والرجولة والفروسية، وزي ما قال الحاج عبد الغني ميدان الرجال، ده يعني دي حاجة جزء من أخلاق الصعيد. صحيح. مش العنف. صحيح. إنما الرجولة والفخر والشموخ، دي صفات يعني هي منشأها في الصعيد. نعم. تحية طبعا لكل أهل الصعيد والحاج عبد الغني وكل المحطبين والمصريين طبعا كلهم. بشكركم شكر جزيل، وإن شاء الله نحضر مهرجان التحطيب. نحضر مهرجان التحطيب في الوقت إن شاء الله. شكرا جزيلا، ألف شكر. انا في حاجات كتير مش عايز اقولها ومش هقدر اقولها. انت مش قصير شويه؟ طول ده ما عداش على البرنامج قبل كده. بطيخه كنت حاسس انه كل احلامك ضاعت. وده اول مره اقول ده. لازمتك مقاسها كام؟ 50 ونص مثلا. بتقيف وضعك على السرير القصير ولا بتنام على الارض؟ ما هو اوبن بوفيه، ما فيش غير كده. فبراحته بقى. غلبان جدا يعني، مش بيخوف خالص. احضن اولادك. تاخدهم في حضنك. عادي جدا يكون في لاعب في منتخب للعبه جماعيه وتفوز ببطوله، شيء لطيف وكويس وبيحصل يعني، انما اللي ما بيحصلش كتير او ما اعرفش اذا كان بيحصل في العالم ولا لا، انه يبقى نفس اللاعب بيلعب في منتخبين للعبتين مختلفتين ويحقق بطولتين كبار جدا في نفس السنه. احنا عندنا ده، احنا عندنا لاعب موهوب في منتخب السله الباسكتبول ومنتخب اليد، وفاز باثنين من اكبر البطولات في نفس السنه. الحقيقه انه هو لاعب متميز للغايه، مش بس في لعبه ومهاراته انما كمان في طوله، وبيسموه العملاق او رع.
فرق طول لصالح حمد كبير. كابتن حمد فتحي لاعب منتخب مصر لكرة السلة واليد معا. اهلا يا كابتن. اهلا بيك. اهلا يا كابتن. اهلا وسهلا بيك. انت مش قصير شويه؟ لا طويل شويه معلش. طب انا عايز اقول لكم بس ان انا لابسه كعب 5 سم، يعني انا المفروض يبقى المسافه اقصر من كده كمان. يعني لا انا لازم لا ما هو انت في التلفزيون بنشوفك طويل بس ما بنتخيلش انك بجد طويل كده. اعمل ايه بقى الكاميرات بتاعتكم بقى مش كاميراتنا مش مظبوطه. اتفضل يا كابتن اهلا بيك والف مبروك كل البطولات اللي اخدتها. كنبة صغرت صح؟ كنبتنا ضيقة معلش احنا اسفين. اصل احنا بنعملها الناس طولهم مثلا ايه 170 175 بالكتير قوي، انما الطول ده ما عداش على البرنامج قبل كده. كام؟ هيعدي كتير ان شاء الله. كام؟ مترين 27. ما شاء الله مترين 27؟ ما شاء الله. طب و ببارك لك وسعيده ان انت يعني بتمثل حاله خاصه مش بس في الشكل الجسدي انما كمان في اللعب. انت بتلعب مع اثنين من المنتخبات المهمين جدا في مصر اللي بيحققوا بطولات. هو الاول بسم الله الرحمن الرحيم انا بشكر حضرتك الاول. أشكرك. وبشكر الساده الضيوف والتانية حاجه انا كنت اصلا بلعب باسكت. باسكت بول؟ انا كنت بمارس لعبه الباسكت دي من الاول. فبدات في نادي سموحه. هو طول الشبكة ايه؟ ده انت تلاقيك طول الشبكة 3 متر و5. انت بتبقى قريب جدا. انت لما ترفع ايدك بتبقى كام؟ يعني في كده برضه 3 متر و7 3 متر و8 كده. يعني انت والشبكة راس براس. يبقى منطقي جدا انك تدخل السلة الاول صح؟ ما شاء الله ما شاء الله. دخلت السلة في سموحة. تمام. ايوه. وبعد كده يعني لعبت حوالي 4 سنين في سموحه. فرحت لنادي شارع الدخان. بعد شارع الدخان كلمني الكابتن مروان رجب مدرب المنتخب المصري لكره اليد. ف يعني اقنعني بالكلام وكده فقلت ماشي اجرب. ففعلا قعدت معاه سنه كامله اتمرنت كتير واهتم بيا جدا. هو الدكتور خالد حموده رئيس اتحاد كره اليد. فبعدها يعني لقيت نفسي بقى ايه يعني مش كان هو كان مهتم بيا. بعد كده لقيت يعني الدنيا في النادي وكده في نادي سبورتنج. المدرب ما كانش مهتم بيا كده وده من الاسباب اللي خلتني ارجع تاني. بس طيب عايز اسالك ايه الاصعب السله ولا ده بص ده انت بتحضن اولادك بتاخدهم في حضنك بالراحة عليهم يا حمد والله العظيم بالراحة. ايه ده انت شلت مين؟ ده كريم هنداوي ده. عارفين دايما في عندنا مثلا يقول لك ايه احذر من غضبه ده احذر من فرحه ده انت ده يعني الراجل لا ده كابتن كريم هنداوي اللي انا شلته ده انسان بصراحه محترم جدا وده اخويا الكبير. انما ده وسام ده ده انت شلت وسام. المدرب و ده كريم هنداوي. ايوه بس ده كان ممكن يفطس يا حمد. لا لا ومع اني كان تعبان قوي ساعتها. تاني ايه الاصعب اليد ولا السله؟ اليد اصعب. اليد قوه أصعب. يعني عايزه قوه جامده يعني باور. باور جامد.
بس لكن الباسكت يعني اكتر حاجه في الباسكت يعني التفكير ودماغ و انا الحقيقه كمان عايزه احيي معانا النهارده المدير الاداري لمنتخب مصر لكره السله العقيد وائل لطفي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انتوا بالنسبه اتفضل زي ما انت عايز. انت سياده العقيد يعني بالنسبه لكم حمد ده كنز. طبعا طبعا المدرب الاسباني مستر خوان انطونيو اورينجا هو اللي بصراحه اكتشف حمد من تاني في كره السله، لان هو راجل اصلا كان لاعب ارتكاز في اسبانيا، كان بيفوت برضه نفس المركز بتاع حمد. فهو لما اتفرج في ماتشات الدوري لقى ان ممكن يستفاد من حمد في فترات في المباراه. وفعلا ده اللي كان ظاهر لقطه التهديف. هو لا هو طبعا المتابعه الدفاعيه الريباوند بالنسبه لنا مهمه جدا كويس. فهو شاف ان حمد في الديفنس يقدر يلم المتابعات الدفاعيه، زائد في الاتاك ما فيش حد في طوله في الهجوم يعني ما يقدرش، بتوصل له الكره سهله. فعشان كده قال انا هقدر استغل حمد في فترات في المباراه من 10 ل 15 او 20 دقيقه بس. بالفعل كمان في مباريات زادت عن كده. في المباراه ممكن تجيب كام جون كده يا حمد؟ والله هو حسب يعني حسب الحاله اللي الواحد فيها. يعني بالنسبه لي لو فايق في اول كوره او كده يعني ممكن 15 بونت او 18 بونت كده. يعني انا في النادي معايا في الفرقه يعني اعلى سكور في الفريق بجيب 22 بونت 20 بونت كده. لكن في المنتخب يعني الاحتكاك بيبقى اقوى. فممكن اجيب 12 بونت 13 بونت 15 كده يعني. 12 بونت. يعني ده كبير يعني ده رقم برضه مش قليل ابدا. يعني لاعب ان هو بالنسبه لتوزيعه السكور على الفريق فطبعا هو لاعب ارتكاز فده شيء كويس جدا يعني. انت منين اصلا يا حمد؟ انا اصلا من ابيس جنب اسكندريه تبع محرم بيه. انما اهلي اصلا من حوش هيثم البحيره. فطبعا ساكنين في منطقه جنب اسكندريه بحري يعني. فساكنين في منطقه ابيس. طب وهو وديع بقى ولا في الحياه؟ لا بصراحه شخصيه مؤدبه، شخصيه محترمه بجد يعني، مش عشان هو قاعد يعني متواضع. فهو حتى اختار يعني برنامج حضرتك هو اول برنامج يطلع فيه، حتى كان في اللقاءات ما بين في المباريات كان تبقى قنوات عايزه تستضيف ما راحش ولا لقاء. انت شرفتنا يا حمد. ربنا يكرمك. شرف ليا والله. ربنا يكرمك. طيب وبتلاقي هدوم مقاسك ازاي بقى يا كابتن حمد؟ والله دي بقى عندنا واحد في الفرقه اسمه الكابتن تامر هجمه. بصراحه هو بيعمل الهدوم. ايوه يعني مثلا يعني جزمتك مقاسها كام؟ 55.5. بتتصنع دي 55.5؟ لا في بره في الماركات العالميه لازم جزمة بتيجي من بره مخصوص. بتهيألي مخصوص اصل ما بلاقيش في محلات 55.5 دي. بتبقى بالطلب. هنا في مصر مش موجوده. مش موجوده. والطول البنطلونات دي الطويله دي تجيبها ازاي يعني؟ والله زي ما قلت لحضرتك برضو كابتن تامر يعني هو بيعمل. لا اللبس. قبل كابتن تامر في الحياه بقى في العمر كده. لا ما هو يعني هقول لحضرتك يعني الحاجات دي يعني فرقت معايا يعني كنت بدات رياضه اتعرفت عليه وكده. فهي الفتره دي بقى لما اتعرفت عليه هو بقى بيعمل لي الحاجات دي. يعني قبل كده كنت بفصل. بتفصل؟ لحد الان بفصل يعني. ما صعب تلاقي مقاسك الا بره بقى او كده. طب والجزم كنت بتفصل جزم؟ كنت بفصل جزم. مضطر جزم خروج، انما الجزم اللعب لازم بيشتريها من بره، بالذات جزم الباسكت. مفيش ماركات العالميه كبيره طبعا بدون ذكر اسمها. يعني لو ممكن تنزل كده تقول يا جماعه انا نازل اتفرج على السوق مثلا عايز اشوفها. عارف اللي في السوق. ولا حاجه تيجي مقاسك يا كابتن حمد؟ لا لا لا. طب مش عارفه يعني يعني حاسس ان انت مميز بده ولا حاسس انت عندك مشكله؟ لا هو بالنسبه لي مفيش اي مشكله خالص. دي موهبه من عند ربنا مديها لي وانا بشكره عليها. يعني لو انا ما كنتش كده ما كنتش وصلت للباسكت، ما كنتش وصلت للرياضه دي. حلو قوي. قولي بقى ايه اهم ماتش بالنسبه لك لازم تفتكره وتبقى سعيد وانت بتتكلم عليه؟ والله يعني ده هو ماتشات. يعني بالنسبه لي اهم ماتش واهم بطوله اللي فاتت دي، البطوله العربيه دي.
هي دي بصراحة فرحة مفيش بعد كده. وبطولة أمم أفريقيا لليد برضو طبعاً دي بصراحة كانت مهمة, مهمة يا جداً خبر جداً. أبيض دي كانت حلوة بشكل جداً. ده كان أداء منتخبنا حلو بشكل. لو حضرتك تابعت المباراة برضو بتاعت النهاية بتاعتنا كانت الصالة مقفولة بس هي صالة اتنين ومعالي الوزير المهندس خالد عبد العزيز كان موجود وبصراحة احنا كنا مغلوبين بفارق 19 نقطة والحمد لله بفضل الله طبعا ودعم الجماهير ربنا أراده ان احنا الكاس ده اللي حضرتك شافاه ما يخرجش بره البلد ونحافظ عليه المرة التالتة على التوالي. حاجة مشرفة جدا يا كابتن. يعني بيبقى لهم مواصفات خاصة بقى في الأكل والشرب والحاجات دي يعني يعني مستهلك الحاجات دي أكتر من زمايله ولا لأ؟ ما هو اوبن بوفيه ما فيش غير كده فبراحته بقى. لا يعني احكي لي ما له مواصفات خاصه بتفصلوا له سرير ما السرير الطبيعي ما يجيش مقاسك صح؟ بيبقى في جزء خارج بره السرير بس هو خلاص خد على كده يعني لان الاوتيلات ما بيبقاش فيه سرير مخصوص. هو السرير العادي طوله كام؟ 100 وكام؟ 2 متر مثلا تقريبا في 2 متر في 2 متر بس هي السرير في الاوتيلات بيبقى مفتوح يعني ما بيبقاش مقفول. خارجه من السرير كده عادي مش ايوه طب ما دي مش نومه على فكره دي حاجه دي حاجه مش لطيفه. لا عادي مش مشكله بالنسبه لي يعني مش طب سريرك في البيت مطوله ولا لا؟ مطوله مفصله مفصله. سريرك في البيت طوله مترين ونص مثلا؟ مترين 27 بجد بتقيف وضعك على السرير القصير ولا بتنام على الارض؟ ما هو السرير برضه ده ما يبقاش مريح لما انت تبقى طويل كده وضغط نفسك عليه ما هي حاجه مش مريحه ابدا. لا بس هو السرير لما يكون يعني مثلا في الاخر كده مفتوح عادي ده يعني بعرف استريح عليه لكن لما يكون في مثلا اخر السرير مش مقفول ده بصراحه بيبقى متعب قوي يعني فبضطر ان انام على الارض يعني انزل المرتبه وانام على الارض عادي. اريح لك من وما بتزعجهمش في ده ما بتقولهمش انا عايز السرير مخصوص. لا ملوش مطالب كتيره خالص يعني خالص. طيب حمد قول لي انت البطولات اللي كسبتها دي بتهديها لمين؟ مين اعز حد عندك بتهديها له؟ والله انا بهديها لمصر كلها بصراحه طبعا وده يعني شرف ليا وشرف لاي حد اللي هو يكسب بطوله ويهديها لشعب مصر. بس يعني انا بالنسبه لي السنه اللي فاتت 10-1 كسبنا امم افريقيا يعني. السنه دي الحمد لله رب العالمين 8-1 كسبت البطوله العربيه مع منتخب السلة وده شرف ليا طبعا شرف لأي حد. بس فأنا بصراحة يعني اللي بشكره أكتر حاجة في حياتي والدي ووالدتي دعاهم ليا بلاقي قدامي بيفرق معايا كتير قوي يعني. بس بفضل ربنا ثم الدعاء ده ما كنتش هوصل لكده يعني. قول لي يا كابتن حمد أنت ليك يعني طولك ده ما يجيش في موسوعة الأرقام القياسية أو كده؟ يعني في ناس أطول منك بكتير ولا أنت من أطول الناس في العالم؟ والله هو اللي انا اعرفه اللي انا في مصر هنا اطول واحد في مصر. لكن انت متاكد من ده؟ متاكد من ده لكن في العالم مش عارف بصراحه. ممكن هو اكيد انت من اطول الناس اللي في العالم بس رقم كام بقى ده اللي محتاج ان احنا نراجع الموسوعه الارقام. انما هو في مصر دلوقتي هو يعتبر اطول واحد موجود. كويس واللي عاد اكتشافه تاني اللي هو المدرب الاسباني ان هو قال لك يصلح انه يلعب باسكت بول. احنا زمايلنا بيقولوا ان هم لما دوروا على جوجل وده الحقيقه مش يعني مش تدوير دقيق بس مبدئي يعني ان انت ممكن تبقى الخامس او السادس على العالم ده بس شافوا قارنوا الارقام العالميه انما المساله محتاجه تدقيق يعني. انت ليك ترتيب عالمي برضو في الطول يا حمد اكيد. مين اللي لقبه برع؟ مين ما في الصحافه كده يقول لك رع ما اعرفش ليه. لا هو لعيب هاندبول اسمه محمود خليل فلفل. هو ده اللي طلع عليا الاسم ده رع. اطول لاعب في مصر او اطول شخص في مصر العملاق اللي لعب لعبتين في منتخبين واخد بطولات كبيره جدا في نفس الوقت كابتن حمد فتحي بشكرك وبتمنى لك النجاح والسلامة والصحة والسعادة. كمان بشكر العقيد وائل لطفي المدير الإداري لمنتخب مصر لكرة السلة وببارك لك ألف مبروك. الله يبارك لك حبيبي. ألف مبروك. الله يبارك لك. دي هي الميداليات بس كنت عايز أوريها لحضرتك. يا ريت. دي ميدالية البطولة العربية للباسكت. ودي ميدالية الألعاب الأفريقية. الله.
ودي ميداليه الامم الافريقيه. دي اغلى ميداليات في العالم. استنى بقى استنى لما البسك انا الميداليات دي. تعالى بقى وصف. انا اجي هنا؟ اقدر؟ لا اخد امسك الكاس كمان يا حمد. اتفضل. منور الاستوديو. الكلام ده غريب لأول مرة. خدعتنا يا أحمد. نحن البرنامج الديني الإذاعي لن يقفل باب مدينتنا فأنا زاهرة الأصل. الإفيه ده موهبة. أصل الكلام ده بقاله سنين كتير. المدرس جاي عارف إن هو ده اللي مش هيعرف. كان معايا عمد الأستاذ يخش يقول لي فتحي يطلع بره. في حاجات هقولها لك كتير مش هتبان على شكلي فبص كده في المعادلة. قال لي أنت بتاخد درس عند فلان. والأداء ده جاب كام كده في الثانوية العامة؟ لا خلاص بقى عشان الكلام ده وحش وحش ومراتي هتضحك. هما العيال دي كانوا بيضحكوا عليا. ده اسمه ستر. احنا كنا الأجيال اللي بتخش بتنتحر. كنت حاسس إنه كل أحلامك ضاعت. الحمد لله. اه الحمد لله. احنا اتفضحنا. خلاص الحلم لازم يكون له إيدين ورجلين. كنت هخسرك في يوم من الأيام بس ربنا بيحبني. مفيش فلوس. مفيش شغل. لو عايزة تسيبيني سيبيني. لو حشت صورة هيهدوا هد. إحساس بجد بإني هوصل. من غير ما قلبي يساعد حد. مشوار طويل مشوار طويل مشوار طويل مشوار طويل مشوار ما تشوف له مشهد في كتير من الأعمال اللي موجودة أو الأعمال الجديدة لازم هتضحك، لازم هتفتكر وانت قاعد بتتفرج على المسلسل أو على الفيلم وقد إيه كان في حالة من السعادة والضحك وانت بتشاهد المشهد ده، سواء كان مسلسل الكبير قوي أو بنات العم أو حملة فريزر. بس طبعا مشهده في الحرب العالمية الثالثة لا يكرر ولا يقارن ولا يمكن نلاقي له مثيل في السينما العالمية، إنه العفريت المارد المضحك الموهوب أحمد فتحي. السؤال الملح، السؤال الملح على رأي أحمد فهمي، أحمد فتحي، هو قبل التوهج ده والانتشار والتميز ده كان بيعمل إيه؟ السؤال الملح، هو كان بيمثل فين أو بيشتغل فين؟ كان عنده طموح وحماس والدنيا وردية في عينيه ولا كان حالة تانية خالص؟ الحقيقة والإجابة على السؤال الملح إنه كان قبل فترة الازدهار واكتشاف موهبته وتعرف المنتجين والمخرجين والممثلين عليه قبل الجمهور كان في أقصى حالات الإحباط. كان بيعمل إيه؟ اضطر من كتر ما استلف واتدين ومش عارف يسدد ديون إنه يبيع موبايلات مش في محلات كبرى، محلات صغيرة أو حتى في الشارع. فكر إنه يحرر كل اللي حواليه وحبايبه من علاقته بيهم أو من علاقتهم بيه لأنه مش قادر، وأخد قرار مصيري في حياته بيقول إن أنا هفضل أشتغل لحد ما الاقي الحظ، مش الحظ هو اللي يلاقيني، لحد ما حبي للتمثيل يبقى مهنة حقيقية أقدر أعتمد عليها، حكاية أحلى بكتير من المسلسلات والأفلام اللي هو مثلها، حكاية حقيقية لممثل موهوب وإنسان قوي وأكثر موهبة في الحياة منه في التمثيل كمان. الفنان اللي حبيته بسبب أدواره وبسبب حكايته الحقيقية وبسبب وجوده معانا أحمد فتحي. أنا الشرف ما استحقهوش. ربنا يخليك. سعيدة بوجودك. اتفضل اتفضل يا أحمد. أهلا بيك يا أحمد. ربنا يخليكي. أهلا بحضرتك. منور الدنيا. ربنا يخليكي. وفي حالة من التألق.
ربنا يكرمك. السنه دي كانوا شويه حلو عليه. السنه اللي فاتت بقى احمد ربنا الحمد لله. صح السنه اللي فاتت واللي قبلها والحمد لله من 2014 الى حد ما. صح ايوه. والتالق او سلفت لا اللي قبلها كان في رمضان كان في عمل كتير وبعدين سينما وكان قبلها سينما الحمد لله رب العالمين. ايوه بس انت هقولك على حاجه يا احمد. انت يعني الكوميديا اللي بتطلع منك غير متوقعه. يعني احنا احيانا في كوميديا بتضحكنا بس بيبقى الافيه مترتب واحد بنبقى عارفين ان الافيه هيجي اهو وبرده بنضحك. انت لا انت يعني فجاه كده معرفش ازاي الكوميديا مختلفه شويه معاك. انا هقول لحضرتك على حاجه وانا كل اللي هقوله النهارده حقيقي. يعني انا ما بحبش قدام الكاميرا اتصنع في الانترفيوهات وكده بس اعلى حاجه بتيجي بالنسبه لنا اللي هي بتيجي فجاه انا مش عارفها. يعني انا بقول حاجه انا مش عارفها او مش يعني ممكن اعد الافيه ما وفجاه نقول ساعه التصوير حاجه على الهوا دي هي اللي بتبقى جميله. يعني زي ايه تفتكر؟ يعني انا هقول لحضرتك على حاجه من اشهر الحاجات اللي قلتها في بداياتي كان فيلم بنات العم. كان في افيه مشهور قوي وكان طويل جدا المفروض ده ما يضحكش. لما انا رحت وبمضيهم على العقد فانا الست فتحت لي الاستاذه الجميله رجاء الجداوي وقلت لها نحن البرنامج الديني الاذاعي لن يقفل باب مدينتنا فانا ذاهبه لاصلي. ده ما يضحكش يعني ما حد يقول كده ده واحنا بنصور المشهد قلت كده مش مفكر. يعني ده مش مكتوب انت انت ركبت الكلام وانا مش مفكر اي كلام ورا بعض وخلاص. لا هو ساعات بيبقى حاجه اسمها ابداع بيجي كده. اللي بيجي كده دي من اعلى الحاجات اللي بتحصل. يعني اشتغلت في السياحه والفنادق ولا بس خريج؟ لا ما اشتغلتش. كان في تجارب بسيطه جدا وانا ما اشتغلتش خالص. دراسه بس قررت قررت ان انا امثل على طول. انت كنت شاطر في المدرسه؟ لا لا خالص بطيخه والله. ما فيش فعلا؟ والله ما فيش خالص ما بذاكرش خالص منيح خالص. يعني انت الا لما دخلت تمثيل لا والعملي بقى بس. انما يعني انت يعني انت التلميذ اللي في الفصل اللي هو المدرس جاي عارف ان هو ده اللي مش هيعرف المستحيل يعمله. انا وزمايلي ما احنا كلنا في الفصل كنا بطيخ. ليه كنت مدرس؟ مش عارف. انت كنت لا احكي لي شويه عن مرحله الدراسه دي. لا انا في الاول ولا حاجه. كان بدايه كان عادي مدرسه خاصه في الابتدائي. بعدين مدارس حكوميه بس عشان ما حدش يزعل مننا بس. فالاسئله هم ثلاثه اللي بيجاوبوا اكيد انا مش واحد منهم. اكيد لا خالص ما فيش. انا ما برفعش ايدي وكده خالص واطلع بره وكده وتطلع يعني واطلع عادي خالص مؤدب. انا يعني كنت في ثانويه عامه الاستاذ يخش يقول لي فتحي اطلع بره لوحده والله العظيم ما كلمته. ليه يا فتحي؟ طب انا احكي لحضرتك والله اتعبت عليا. انا افتكرت دلوقتي حاجه بقول لك اللي بيجي على الهوا. انا كنت في علم رياضه. علم رياضه؟ علم رياضه. والله جبروت برضو يعني. هو ما في حاجات هقولها لك كتير مش هتبان على شكلي فمش عايزك تتخطي. امان. فانا كنت باخد درس رياضه فرحنا مدرس مشهور يعني فعمل حاجه انا على نياتي ادانا معادله وقال لك روح بقى قول للاستاذ بتاعك اللي في المدرسه حلها. فرح تاخد المعادله اديتها للاستاذ بحسن نيه بص كده في المعادله قال لي انت بتاخد درس عند فلان. قلت له ايوه حضرتك. قال لي شكرا. من ساعتها ياخدش الفصل اطلع احمد فتحي اطلع بره اشرب شاي. ما هو عنده حق والله العظيم. انت رايح تضايقه. انا ما خدتش بالي. انا قلت يعني ما خدتش بالي. اتاري بقى ده موضوع تاني وانا مش عارفه. التاني بيقول له يعني بص مش هتعرف تحل المعادله. لا ده هو بيعلم عليه يعني. أيوة انت انا والله ما عارف. ما انا ساذج والله رغم ان شكلي مش كده والله. طب والاداء ده جاب كام كده في الثانويه العامه؟ لا خلاص بقى عشان الكلام ده وحش وهيزق ومراتي هتضحك. شفت حضرتك؟ لا طب قول بس ده مكان مضني وجبر. ايه؟ كام يعني كده؟ نجحت. طب 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 نجحت. احنا بالناس بقى استاذه منى. ما هو الحمد لله الف بركه انت نجحت ودخلت سياحه وفنادق وشغلت يعني 55؟ يعني اقل من 55؟ اقل من 55؟ 55 ونص مثلا. 55 والله نص دي مش بهزر. 55 ونص؟ والله. طب ما انت بس كويس. بس انا على ايامي 55 ونص دي كانت دخلت قسما بالله والله ابدا. انا سنه ثانويه عامه انا 90 الهندسه خدت من 69%.
احنا كنا الاجيال اللي بتخش بتنتحر والله العظيم. يعني اول هندسه خدت من 69 يعني هندسه الاقاليم. كان الرعب بتاعك ايه في الثانويه العامه؟ انا مش فارقه معايا، انا ما كنتش بذاكر وما كنتش بخاف، عادي داخل وما اعرفش ازاي وبنجح والله ما بهزر. انا في ثانويه عامه فهمت، بس طبعا الكلام ده غلط اللي يعني اللي بيسمعني ما يعملوش. ان انا ما كنتش بحب المذاكره وداخل علمي. طب داخل علمي ليه؟ ما هو انا مش فاهمه. والكيمياء يوم امتحان الكيمياء ده 9 فصول انا مذاكر فصل واحد والله العظيم، وبس نجحت. يعني انا اللي قاعدين جنبي مذاكرين التسع، احنا الاثنين جبنا درجه النجاح. بص هقول لك مش عارف في حاجه. لا لا هقول لك، ده ما اسموش نجاح، ده اسمه ستر. الحمد لله. الحمد لله احنا اتفضحنا خلاص. لا 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 ها. فبعدين في مسرح، فحد قال لي صاحبي طب ما تيجي نشوفهم بيعملوا ايه، انت مش بتحب التمثيل؟ فرحت اعجبت قوي بيهم، تمثل معانا؟ قلت لهم امثل. فعملت مسرحيه جوه في المسابقه بتاع الجامعات بقى اسمها انت حر بتاعت لينين الرملي. طبعا. ومثلت، كانت اول مره امثل، فقلت لوالدي انا بعمل كذا، فما ردش عليا. ففوجئت ان هو جه المسرح، كان في مسرح كبير بتاع الشباب والرياضه في سفنكس ده، فوجئت ان هو اتفرج على العرض. وبعدين قال لي حاجه مهمه قوي، والدي راجل عاقل يعني مش زي حالاتي كده، راجل رئيسي كده حكيم، قال لي جمله انا مش هنساها لحد النهارده، قال لي الحلم لازم يكون له ايدين ورجلين. فقلت له يعني ايه؟ قال لي يعني انت لازم تتعلم تمثيل. هو اللي قال لي. وفعلا قدمت في اداب مسرح جامعه حلوان شعبه تمثيل واخراج وقبلت. وانت لسه في معهد العالي؟ لا خلاص خلصت. انا اصلا يعني اخر سنه دي في اخرها عملت ده وكنت خلاص. تاني سنه على طول سنه 97 دخلت الكليه وبدات الرحله من هنا بقى تتوالى والاحتراف وكده يعني. بدا من هنا ان هو بصدفه، بس هو جوايا، بس انا مش عارف اترجم ده لحد ما جت الصدفه دي. وبعدين بس ده اللي حصل. هرجع تاني للتسلسل، بس احكي لي يا احمد على دورك في الحرب العالميه الثالثه. انا متخيله انه ممكن ايه يبقى مكتوب وطلع وكده ويطلع عفريت وخلاص، انما لا يمكن حد يتخيل وهو بيكتب انه يبقى في عفريت شبه اللي انت عملته في الحرب العالميه. ما انا اقول لحضرتك، هو بصراحه الثلاثي اصحابي جدا يعني، هم كانوا كاتبين الدور ده قالوا احمد فتحي اللي هيعمله، ولكن هم كاتبين الدور هو مستفز. لا ده مش مكتوب، ده مش مكتوب. هو مكتوب العفريت هيرقص. ده تجويد. لا بالظبط، هو مكتوب مشهد ان هيحصل كده والعفريت بس. وعلى فكره الشهاده لاحمد الجندي، المشهد ده بعد ما اتصور تاني، لا دخلته دي هي، بس هو هيرقص بس اللي حصل مجموعه من المجانين في الكادر. فهو انت صحبيتك مع احمد وشيكو وهشام دي كمان جزء مهم مش بس في حياتك، في شغلك. ايوه. انتوا عملتوا مع بعض كذا حاجه. انا عملت معاهم يعني من ساعه بنات العم لحد النهارده، حتى لما انفصلوا انا عملت كل الحاجات معاهم. طيب دلوقتي انا عرفت حكايه، انا كنت متاثره قوي وانا بسمعها وانا بقراها، وما كنتش متخيلك فيها يعني. قالوا لي ان انت في لقطه من اللقطات كنت حاسس انه كل احلامك ضاعت. حصل. أنا سبت التمثيل ومشيت، ده أول مرة أقول ده. أنا في سنة 2005، قبل كده أنا اشتغلت مسرح كويس جدا، ولكن أنا شخصيتي أنا ولحد دلوقتي يمكن مش اجتماعي قوي،
ما بحبش اقول لحد يشغلني، الحمد لله رب العالمين. فانا كان في نجاحات حصلت كويسه جدا، وبعدين انا جيت اتجوز، اتجوزت سنه 2003. وبعدين فجاه الدنيا بتتغير، من الجواز من العزوبيه للجواز مسؤوليه، مفيش فلوس، مفيش شغل. ففي لحظه ما قررت ان انا هسافر. عندك مسؤوليات؟ او مفيش فلوس خالص. وحاولت هنا اكتر من مره، واشتغلت شغلانات وبعت على التمثيل وسافرت. سافرت على شغلانه بعينها ولا سافرت وتيجي اي حاجه؟ لا انا سافرت بحاجه اسمها كارت زياره. انا سافرت وعليها فلوس، يعني رحت بلد عربي ورحت واشتغلت بيع موبايلات في نهايه المطاف. وبس انا كنت كل ليله ببكي، مش عارف، اتسجنت جوه سجن كبير وحلمي ضاع، مش عارف اعمل حاجه ومش عارف اشتغل حاجه ومش عارف اجيب، ما فيش اي حاجه. ومش قادر تبعت فلوس لمصر حتى. ما في، انا يعني بعد القصه ما انتهت انا راجع مصر بالسالب 16000 جنيه. عليا 16000 جنيه. مديون. وانا فاكر اليوم ده كويس، انا راجع مصر معايا 1000 جنيه. من 16. وراجع على باب الله مش فاهم اي حاجه. وعشت العيشه الضنك اللي بيقولوا عليها لما ما بتبقاش لاقي فرصه وتوسط الناس كلها انك تلاقي شغلانه ومفيش حاجه تظبط يعني. ما انا اللي خلاني اسافر ان انا ما وصلتش حد، ان انا ما قلتش لحد شغلني، ان انا ما طلبتش من حد. فانا لقيت الموضوع التمثيل مش عارف اعيش خلاص، ما مش بشتغل ومعيش فلوس خالص، وفي ناس في رقبتي. ورحت عشت لوحدك ولا عشت مع ناس؟ لا عشت لوحدي. لا عشت طبعا مع مجموعه وكده يعني زي ما بيحصل في الغربه دايما. ولكن في لحظه ما خدت قرار مهم جدا جدا في حياتي ومصيري. وانا بقول الكلام ده غريب لاول مره. بعد حوالي 11 شهر سمعت اغنيه، قعدت اسمعها كتير كتير. صحيت الصبح اتصلت بمراتي وقلت لها انا ليا طريق وهمشي. اغنيه ايه؟ اغنيه كانت فرقه واما في من فيلم تيتو، بس ما نزلتش في الفيلم يعني. اسمها مشوار طويل، مشوار طويل في وسط ليل ما فيهوش قمر. هي اغنيه صغيره. فاتصلت بمراتي وقلت لها انا بحلك من اي ارتباط بينا، انا راجع مصر وانا في طريقي همشي، وصلت او ما وصلتش مش مشكله، انا عايش الحلم، مش مهم يتحقق او لا. ده القناعه بقى بعد كتير اللي انا عاوز اقوله للناس، ان انت الحلو ان انت تعيش الحلم ما تحققوش. ده انا شفت كده ولحد النهارده كده. اولا ده قرار شجاع. يعني في قرارات جبانه وفي قرارات شجاعه، ده قرار شجاع. وده كان اهم قرار، كان صعب جدا. انا هستاذنك يا احمد، احنا هنسمع الاغنيه عشان بس نتخيل الحاله يعني اللي خليتك توصل للقرار ده. من فيلم تيتو الاغنيه اللي سهرت احمد فتحي طول الليل وغيرت مسار حياته وخلته يقول لمراته لو عايزه تسيبيني سيبيني. مشوار طويل في وسط ليل مفيهوش قمر، وقلبي تاه احساس بغربه من البشر. مشوار طويل في وسط ليل مفيهوش قمر، وقلبي تاه احساس بغربه من البشر. وانا وحدي بمشي في سكتي واكمل خطوتي، الاقي هدفي في قصتي، شايف في اخر الضلمه نور. لو حشني صور اهد وهد احساس بجد باني هوصل من غير ما قال يساعد حد. مشوار طويل، مشوار طويل. Oh,
وتشوف الاغنيه بالمعنى وبالاحساس اللي شرحه احمد فتحي. يعني عارف الاغاني الواحد ممكن يسمعها، بس لو تخيلت نفسي في الحاله اللي انت فيها ده انا يعني كنت انهار. هو ده اللي حصل فعلا. كلام الاغنيه مهم جدا جدا، لخص حاله. لو حشت صوره هيهدوا هد، احساس بجد باني هوصل من غير ما قلبي يساعده حد، بس انا بصراحه قلبي يساعده ناس، يعني مش هقدر. يا رب يخلي لك كل اللي حواليك بصراحه. هتكمل حلمك بس مش عايز حد غيرك يدفع الثمن. مراتك بقى ساعت فجأة، طبعا هي واحدة ست قاعدة هنا، جوزها بيشتغل برا، فجأة لقيته بيكلمها بيقول لها أنا بحلك من أي ارتباط. أيوه بالظبط. انهارت طبعا. لا قالت لي وأنا معاك. نسرين هي بتتضايق لما بتفتكر الفترة دي. قالت لك وأنا معاك. أيوه قولا واحدا كده، قلت لها انا هرجع مش هعمل حاجه تاني، انا ما اعرفش هنعمل ايه، فانا بحلك يعني انا هكمل قرار واخده. فقالت لي وانا معاك، قلت لها اوكي. انا متخيل طبعا وانتوا الاثنين بتعيطوا. ايه؟ وانتوا الاثنين بتعيطوا؟ لا ما كناش بنعيط. لا هي بتعيط دلوقتي بس انا في اللحظه دي ما كانش كده. ممكن يعني سرينا استاذنك تيجي تقعدي معانا؟ كنت عايزة أعيط. أنا سمعت من أول كلامي أنت كده. قمر جدا، جوز قمر ما شاء الله. اتفضلي يا نسرين. ما كنتش عايزة أعيط. على فكرة ده مش نكد، ده مش حزن، دي تجربة الدنيا. يعني هي دي الإنسانية بجد، إن الواحد يفتكر إنه في أصعب لحظاته ممكن يلاقي الفرج، في 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 اضيق الاوقات الفكره الصح هي اللي تجيله. بالعكس جوزي اتكلمك بقى وقال لك ايه؟ هي ما كانتش ما ولا هو كان بيعيط ولا انا بعيط. هي بالعكس كان عاقل جدا وانا عادي، يعني انا كنت طول الفتره وهو هناك ما بحاولش انقله الحزن بقى اللي انا عايشاه هنا. يعني انا كان مجرد ان هو بيعمل كده ده تعبني. انت كنت زعلانه ان هو مش بيعمل الحاجه اللي بيحبها. هلا وانت بتحبيه من امتى بقى يا نسرين؟ لا ده صدفه. اتجوزنا صدفه والله. يعني كسرت الحاله الرومانسيه اللي الناس قاعداها دلوقتي. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا صاحبي عديلي، يعني احنا الاثنين متجوزين اثنين بنات اخوات، فمن هنا تعرف عادي، ولكن تحول يعني من جهتي لحب كبير. ما اعرفش ظروفها ايه، ما تعرفش ظروفها ايه. مش مصدق هي بتحبني ليه بصراحه، حاجه غريبه والله. ربنا هو اللي بيألف القلوب طبعا. لا هو سر من اسرار ربنا. نعم. انه يخلق الحب ده، الساحر ده، المعجزه دي ونعيش بيه. بالظبط. هو فانت كنت قاعده يا عيني زعلانه ان هو مش سعيد ومش راضيه تتكلمي. يعني انا مش بحب افتكر الفتره دي لاني بحس انا السبب في المسؤوليه اللي انا حطيتها عليه وقتها، هي اللي خليته يعمل كده، ساب حلمه وساب كل حاجه بيحبها. وهو يعني كان عايش هناك فعلا متعذب، مش حابب خالص اي حاجه هناك، ولا الشغل ولا الدنيا ولا اي حاجه خالص. فكان احساسي ان انا السبب، فعشان كده مش بحب افتكر الفتره دي خالص. طب ولما قال لك بقى انا جاي انت كان من باب الجدعنه والاصول والزوجه، ولا انت كنت بجد مستعده انك يعني تضحي بحاجات كتيره جدا؟ بجد، لان هو اصلا بعد ما رجع كانت يعني هي المعاناه ابتدت بعد ما رجع. كان في ايام بعديها اصعب بكتير بقى من وجوده هناك. قعدنا فتره ما فيش شغل طبعا، واتعرضتي بقى لمواقف كتير، عرفتي مين اللي وقف جنبك مين اللي ما وقفش جنبك. كانت اللي بعد كده هو اللي كان اصعب. مشوار طويل في وسط ليل ما فيهوش قمر، وقلبي ده احساس بغربه البشر.
الورق السكريبت يضحك. انت بتسوق سمعت نفسك ليه يا احمد؟ والتليفونات ويجروا في الاوض. خدعتنا يا احمد. الكتاب عندهم هندسه. هم العيال دي كانوا بيضحكوا عليا. انا شقتي اللي في امبابه 50 متر. طلعت قول ازاي؟ كنت هخسرك في يوم من الايام بس ربنا بيحبني. ايه ايه وخلاص. ولا مره فكرت كده. كنت متقمص شخصيه احمد زكي. عمري ما كنت هلاقي حد هناك. احلى انتصار عشته مع الزمالك واوحش هزيمه عشتها معاك. سنظل وفياء. سنظل وفياء. ومشيتي معاه الفترة الصعبة دي لحد ما عمل الدور اللي هو حاسس انه ده كان وش الخير عليه. انا فاكرة يوم ما راح اول مرة يقابل احمد فهمي وشيكو وهشام. احمد سمير فرج المخرج طبعا. فجي بيقول لي انا مش عارف هما العيال دي كانوا بيضحكوا عليا ولا هما بيضحكوا بجد معجبين بيا. فهو بعد كده فعلا طلعوا ان هما فعلا كانوا بيضحكوا مش مصدقين ان في حد كده بجد. خلي بالكوا احمد فتحي هيحسب ان انتوا بتضحكوا عليه. انا رحت ماشي قلت العيال دي عبيطه ولا ايه بتضحكوا ليه جامد كده وانا ما عملتش حاجه اصلا تضحك. وفعلا بعد حوالي 10 ايام لقيت احمد سمير فرج المخرج اللي انا بديله برضو بان انا موجود هنا بسببه. فقال تعالى فتحي وبتاع. قلت راجل فين؟ بقول له دور ايه؟ قال لي تعالى بس المكتب. فاول ما دخلت فشيكو وهشام يحضنوني واحمد فهمي. فانا مستغرب قال لهم شفتوا مش انا قلت لكم ان احمد هيقول ان انتوا بتضحكوا عليه؟ انا قلت له دول بيضحكوا عليا. يعني انت روحت بيتهم انت بجد شاكك. انا بقرا معاه اللي حصل الدور ده كالاتي ان هم وده اللي قالوه صناع الفيلم. رغم ان هو دور صغير في ناس كتير يعني ناس كان اسامي قريت هم مش هو. فانا جيت بقرا مع فهمي عادي بقرا الورق السكريبت يضحك. فبص له مش عارفه انت عايز اقول له انت بتضحك على ايه؟ انا عادي بقرا ورق ويضحك ويجري وينده شيك ويضحك. هم مجانين اصلا رايحين في داهيه خالص ما مش عايز اتكلم انا. والتليفونات ويجروا في الاوض. قلت بس الناس دي يعني عيب بيضحكوا على واحد عشان انا يعني مش غلبان معروف مش معروف. والله وسنه انا مش عايزه اتكلم على الوضع المالي لانه على فكره مش الغنى هو اللي بيعمل الاستقرار. حاجات تانية كتيره بتعمل الاستقرار. انما ده ابتدى يتحقق. الاستقرار ده ابتدى يتحقق ان انتوا عارفين ان انت على السكه دي مش هتشتغل شغلانه تانية هتشتغل اللي انت بتحبه. بعد قد ايه بقى كده؟ بعد قد ايه من ما رجع؟ من ما رجع لا كتير. حضرتك قلتي حاجه حلوه الاستقرار معنا. انا كان في حد معايا قال جمله حلوه قوي فانا ما كنتش فاهمها قوي. الرضا لمن يرضى. فعلا اللي عنده قناعه الرضا ربنا بيكرمه. طبعا. وانت في ولا لحظه خسكتي زهقتي خالص. كان من حقك على فكره خالص يعني لسه حتى ماما كاتبه له حاجه يا حماتي. بقول لها يعني هي كاتبه حاجه كنت كاتب النهارده حاجه على الفيسبوك فانا ما كنتش فاكر. انا ساكن في امبابه. قعدت كتير جدا ساكن في امبابه لسه من سنتين. حتى الشقه اللي انا طلعت فيها هي قعدت فيها حوالي 11 سنه.
في امبابة. انا بحب امبابة جدا، ده المنطقة اللي اتربيت فيها. فحماتي جت، هم ناس اقطاعيين يعني، كانوا شغالين بره وكده، شقتهم كانت 250 متر. انا اول مرة رحت تهت في الشقة، والله العظيم ما بهزر، انا شقتي اللي في امبابة 50 متر والله العظيم، ثلاثة تخش ما فيش يعني، الشقة ثلاث اوض بس هي كده 50 متر في ثلاث اوض ازاي يعني؟ أيوة. ما والله حماتي أيوة. جت راحت بصة لا مش قوي كده، مش قوي كده قالت لي بس يعني، وانا صريح طول عمري ترى حضرتك دي امكانياتنا، ما انا بقول لك هي مش عارف هي وافقت عليا ليه ده بجد. فتقريبا راحت قالت لبابا ده مش هينفع معانا صح؟ حماتك ده هي كاتبه النهارده على ان قالت ايه؟ قالت له كنت هخسرك في يوم من الايام بس ربنا بيحبني. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ والله انا طول عمري صريح، جيت قلت لهم انا الدنيا كده ودي الشقه بتاعت والدي وانا هاخدها وربنا يكرم. هي دي بقى لو ربنا كرم انا رقبتي، فمين اللي رضي؟ هي. فخلاص اللي رضي هو اللي بيكسب، اللي سابني في وسط الطريق ومشي انا خلاص ما مش معايا، انما اللي يتحملني هو اللي بقى معايا، وهو اللي مش عايزه يعني. انا في حاجات كتير مش عايز اقولها ومش هقدر اقولها، هي عملت كتير قوي قوي واستحملت كتير قوي قوي قوي. اصيله بمعنى ان لو انا وقعت في وسط الطريق هتمد ايدها وتجيبني، في ستات تانية لو وقعت في وسط الطريق بتسيبك وبتمشي، فانا حسيت ان هي كده وفعلا هي طلعت كده بصراحه. طب انت مسكين بقى بتحب ايه صح؟ واكتر حاجه بتحبيها هنا بقى لحظه الحقيقه. لا لا هنفهم بقى. لا لا هو حنين جدا، حنين جدا وصريح جدا. ما يبانش على شكلي بس انا حنين. لا انت بتسوق سمعه نفسك ليه يا احمد؟ انت طيب. بجيب لها يعني بجيب لها كل الاكل اللي بتحبه يا راجل. لا قولي لي ايه احلى صفاته يا لا مرسي. هو فعلا هو حنين جدا يعني، حتى لسه النهارده برده كان لسه بيقول لاختي المهم هي تبقى مبسوطه، فهو فعلا ده اللي شغله دايما انه عايزني ابقى مبسوطه، فما فيش احسن من كده اكيد، انه لازم يعني احاول انا كمان اعمل له اي حاجه تبسطه. طب انا هسالك سؤال مش من باب طبعا الشر ابدا، بس من باب انه الواحد يسمع اكتر، انت كم ممكن تتجوزي واحد اغنى على فكره؟ وبالذات انه ما كانش في قصه حب عنيفه يعني، انتوا بتقولوا جواز صالونات تقريبا. كان ممكن تتجوزي واحد اغنى، كان ممكن تتجوزي واحد يريحك في فتره من الفترات بدل ما كنت تبقي قلقانه ومتوتره ومديونه. لما جوزك يبقى مديون تبقى انت مديونه، ما بتبصيش للموضوع ابدا من بالطريقه خالص. ولا مره فكرت كده يعني، دايما هو كنت دايما بقول لهم الناس ربنا مقسم لهم رزقهم، انا حاسه ان رزقي كله هو، احنا ما عندناش ولاد، فانا حاسه انه فعلا ربنا حط لي كل رزقي في احمد بس، وفعلا مش كلام. عمري ما كنت هلاقي حد هناك عشان الناس. بصي انا سعيده بالعواطف الحلوه وبكبر وبخلي كل الناس تكبر عشان ربنا يحفظ لهم حبهم ده للابد، يحفظه لا يقل ولا يتكعبل ولا تنغصوا اي حاجه يا رب. العمر كله. ايوه افهم من كده بقى ان انت دلوقتي بتقبض من هنا تدي كله لنسرين ولا بتكمر حاجه وانت تدي نسرين؟ انا عايز اقول لك على حاجه، قسما بالله انا ما بحبش احلف، بس انا في البرنامج ده انا عمري ما قلت زي كده، قلت الحقيقه كامله. نسرين انا باجي باخد بديها الفلوس، انا نوع رجاله كده باخد بقول لها يعني، او ما فيش يعني انا ممكن اقول له طب ما تدخل تشيلهم، يقول لي لا تمسكيهم الاول. انا معايا مثلا الفلوس بديها لها، انا اخدت كده امسكيهم، انا عملت كده، انا كده بس، وهي الوحيده اللي عارفه يعني، انا ما حدش بيعرف انا باخد كام الا هي. طبعا طبعا. وباجي بديها حتى تستغرب يعني، انا مثلا معايا شيك بديه لها ليه؟ صحيح. هي مش كده، بس انا بقى يعني في حاجه مهمه انا عايز اقولها. اتفضل. جدا ساعات او دايما اللي ربنا بيرزقه مش بيرزقه ليه هو، انا بسطجي ربنا بيرزقني عشان ناس تانيه،
وده اللي كنت حابب اقوله. الجمله اللي قلتها في اول الحلقه اللي مفيش حد شاطر، الكلام ده حقيقي. ربنا اللي بيرزقك علشان ناس تانيين، مش عشانك انت. ما تفتكرش انت اللي جامد، ده انا باخد الفلوس دي عشان، لا، ممكن لناس تانية، انت مجرد بوسطجي. ربنا يكرمك. بس ربنا ده اللي انا حابب اقوله. طبعا ادواره لا تنم عن كل هذا العمق، يعني ادواره في الكبير، يعني تقول ده حد كده واخد الحياه من على السطح من على القشور، لا 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 لا، يعني خدعتنا يا احمد. ما انا مش عارف، ما انا مش عايز اتكلم عشان بس ما انت اصل انت تطلع في الدور تقول كلمتين نضحك الموضوع خلص، يعني ما الضحك فلسفه. فلسفه طبعا. احكي لي بقى على كابتن مصر. كابتن مصر من احب الافلام. حاله مش هتتكرر تاني كتير، حب كبير بين فريق العمل، فيلم بسيط جدا لقى نجاح كبير جدا من خلال اللي حضرتك قلتيه، الحب. لو هنبص على الشاشة هيبان ان الناس بتحبه بقى كلها، ده السر. كنت متقمص شخصية احمد زكي. أيوه. في الهروب ده حصل برضو في لحظة. انا ببص في الشنب في المراية واللابس بدلة شبهه، فاحنا هنهرب. فقلت المعتز ما تيجي نعمل كده، قال لي ازاي؟ قلت له والله حاجه، الراجل هو بيحب احمد زكي قوي، وما محمد بيجي له هنعمل نفس وده نفس المشهد، وهو بظهره. دخل عليه راح لافف في فيلم الهروب. انتوا بتهزروا، انتوا بتقولوا كلام لطيف جدا. مجانين والله. يعني وبتعملوا سينما حلوه وجميله وبتكسب وما بتاذيش حد، ما بتاذيش حد خالص يعني. بنحاول. وكابتن شناوي بقى ايه؟ انت علاقتك ايه بالكوره بقى يعني؟ خالص. انا كنت زمان بلعب هاندبول بس، يعني كره يد، مش مفيش حاجه. مفيش كوره. الناس بتضحك اهي. مش لما لما على فكره ما هو يعني اهو. وبعدين انا جيت اللي حصل، قلت لمعتز انا مش هقدر اجري يا معتز، هو مش واقف جون في الفيلم كويس. فقلت له معتز انا بموت. قال لي خلاص احنا نوقفك جون. وبدانا نعمل على ده، واتصلنا بعمر طاهر. وعمل ده ان انا مش هقدر اجري. اتاري الجون بيتعب اكتر. طبعا. فتعبت اكتر. قلت له مش هلعب كوره. كنت تسال قبلها. فبقى كده. والشناوي ده صدفه، مش عشان احمد الشناوي بتاع الزمالك والمنتخب ده. هو اسمه الشناوي كده، وهو كان لعيب عادي. يعني انت احنا اللي حولناه. وما بتشجعش انت الاهلي ولا الزمالك؟ لا، انا بشجع ولا الزمالك. انت زملكاوي. طب يبقى مش صدفه. سنظل اوفياء. مش صدفه بقى. سنظل اوفياء. طب لا، احكي لي بقى عن علاقتك بالزمالك يا كابتن. ولا حاجه، ابويا زملكاوي فانا بقيت زملكاوي كالعاده كالمصري. بتفرج بقى على الزمالك من زمان، وانا كنت ساكن في امبابه والزمالك في 100 عقبه قريب كده يعني. بس لا يعني احكي لي احلى انتصار عشته مع الزمالك، واوحش هزيمه عشتها معاه. والله الهزيمه هنقول كتير. ما تغلطش بقى، ما تغلطش بقى. مش هغلط، تاريخ يا مدام. تاريخ. ولكن ايوه سنظل اوفياء. سنظل اوفياء. مهم، احنا بنلعب كوره. ايوه. الفرقه الثانيه تكسب عادي. سخن احنا سخن. بنلعب كوره. ايوه بنلعب. طبعا. نخسر بقى دي نتيجه مش بتاعتنا، مش بتاعت ربنا. بتاعت ربنا. هنعمل ايه؟ انا بقى لي ده لما كبرت كده باين مره فزنا او مره. والله العظيم. ليه ما انتوا واخدين السنه اللي فاتت كل حاجه؟ السنه اللي فاتت دي المره اللي فزناها. مش فاكر. بس انا طبعا يعني انا حتى كانوا عملوا معايا مداخله يوم ماتش الاهلي والزمالك، عشان في حد عامل اكونت على تويتر هو مش بتاعي. ويعني هو دمه خفيف جدا، بس هو مش انا. والراجل هو اهلاوي والناس عارفه ان انا زملكاوي، فبيكتب بقى حاجات وكده. بس انت بتعلن دلوقتي على الملأ احمد فتحي زملكاوي، ومحدش لا عادي زملكاوي، بس محدش بقى يدلس. بس مش متعصب. ويعني بحب الكوره، وحتى ما شفت لعيبه الاهلي او الاسماعيلي بحبهم واصحابي وبنتصور مع بعض وكده. بحب يعني فيها اما نبقى مع بعض، نبقى دقه وما يشتموا بعض عيب،
فيها ايه؟ واحد اترقص ولا واحد مفيش حاجه، واحد غلب واحد خسر عادي، الجمهورين يعني. بس اتمنى يعني ايه، عشان انا ليا اصحابي متعصبين جدا وشيء مش لطيف. مين اكتر واحد من اصحابك متعصب؟ انا فاكر حاجه، كان في واحد صاحبي اسمه بلال ابراهيم، ده كان كابتن منتخب مصر للهوكي، شخصيه معروفه رياضيه. اما كنا في امبابه كان الشارع عباره عن نصه زملكاويه ونصه اهلاويه، ينزل الكلام ده زمان جدا من 20 سنه 25 سنه، ينزلوا التلفزيون في الشارع ويتفرجوا. التلفزيون ده لازم يتكسر كل مره، ما لا اما الزمالك بيكسب لا اما الاهلي، فبيكسروا التلفزيون. فانا ما بعديش بقى من الشارع من عندهم كل مره، مفيش تعلم من الاخطاء. لا واصحاب جدا هم وخناقات والتلفزيون يتكسر، العب دب تلاقي التلفزيون اتكسر. والله انا فاكر كويس جدا. الخلاصه من تجربه مش قليله، انه انت وجدت السعاده يا احمد مش لما بقيت مشهور، لا، ومش لما بقى عندك دخل ومستوره، انت وجدت السعاده لما قلت انا مش هسيب حلمي تاني. بس كل اللي جه بعد كده ده كان فوق البيعه بالنسبه لك. بالظبط، لحظه السعاده وانت رايحه للحلم، السعاده الحقيقيه وانت بتحققي الحلم، بتحاولي تحققي، مش مهم اتحقق ولا لا، لحظه ان انت عايزه يعني تعملي الحاجه اللي تحبيها هي لحظه النشوه بالنسبه لي، لحظه يعني السعاده بالنسبه لي. انا بقى شايفه حكايتك بطريقه تانية. انا هختم الحوار ده واقول رايي، انا حره بقى، انا سمعت الحدوته صح زي الناس، وعندي لها تفسير تاني. انت بالنسبه لك لحظه السعاده ولحظه القوه والفرج ولحظه القدر هي اللحظه اللي شفت فيها نسرين مراتك. ممتاز. دايما دايما بقول لها كده، انا اكيد عملت حاجه حلوه في حياتي انا ما اعرفهاش، وانت اكيد عملت حاجه وحشه اكيد ما تعرفهاش. اه والله، وانا مقتنع تماما بده، وانا عارف ان الحمد لله رب العالمين رزقي كان كويس، واهم حاجه كانت نسرين. انا النهارده حبيتك قوي يا اخي، ربنا يخليك يا فندم، وحبيت مراتك وحبيت حماتك. ربنا يخليك. ربنا يخليكوا لبعض. انا بشكرك ان انت شاركتنا في حاجه مهمه من حياتك، شاركتنا في لحظه ناس ممكن تفتكر ان ده وقت ضعف، لا ده هي دي التجربه، هي دي الحاجه اللي هم واللي يعرفوهم هيعيشوا عليها سنين طويله جدا. بتمنى لك كل الخير. ربنا يخليك يا فندم، والتوفيق. شكرا جدا. والنجاح والحب مع نسرين يعني. شكرا لحضرتك. احمد فتحي.